ذكرت اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات ان خرائط الطقس تبين اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا وسيؤثر على مملكه البحرين يوم الخميس المقبل ما سيؤدي الى حاله من عدم الاستقرار في الاجواء واوضحت الاداره في بيان لها اوضحت بان المنخفض سيتسبب في تساقط الامطار خلال النهار وقد تتشكل خلايا رعديه في المناطق المجاوره للمملكه مصحوبه بهبات رياح قويه السرعه وقد تتاثر المملكه بتلك الهبات خاصه المناطق البحريه ودعت اداره الارصاد الجويه الجمهور الكريم الى متابعه النشرات والتحذيرات الصادره عبر قنواتها الرسميه المتعدده.